اهلا. تعرف بيكي؟ ياسمين من مصر. جاي تعملي ايه في لبنان؟ جاي اغني. جاي تغني؟ هتغني ايه؟ انا عشاق. طب انت خايفه ليه؟ اكيد يعني خايفه. يبقى هتفشلي. ليه كده؟ متخافيش، ركزي كويس. اتفضلي. انا عشاق. سألوني عن العشاق، سألوني عن العشاق، سألوني وأنا في العشق، أنا في العشق، أنا في العشق. الله الله. بتسمعيني يعني شيء صغير من غير غنية، جملة صغيرة مشان الأستاذ علي بس. حاجة كده. لمين؟ اللي بدك إياه، اللي أنت بتحبيه من أنت وصغير ومع ودان. حاجة يا ليلي، يعني حاجة فوق وتحت، أي حاجة قولي إن شاء الله. صح الدحمبو، أي حاجة. ردعوني عني Allez.